إذن هذا مثال على الاندكشن موتور افشنسي. عندي محرك الريت النومينال باور تبعته هي نومينال تساوي 22 كيلو. شو بتتوقعوا هاي الباور تكون؟ اليوزفول اوتبوت ميكانيكال باور. فهي النومينال باور تبعته. عم نعطي في لاين بيساوي 400 فولت. ايش هاي لازم تكون؟ ار ام اس. وهاي طبعا اللاين فولتج. بعدين عندي بسحب كارنت مقداره واحد، واذا اي لاين ريتد يعني ات ريتد لود بسحب اي 41 امبير لاين فولتج. طبعا هذا 3 فيز موتور. وبعطيني ريتد تورك تاو ريتد 142 نيوتن متر. السليب تبعه شو يعني السليب؟ المفروض ايش اقول؟ السليب ات ريتد تورك يساوي 1.467%. تلاحظوا رقم صغير يعني على 1500 بالار بي ام هذا ما بتجاوز 1%، يعني حوالي 15 ار بي ام، اكثر شوي يمكن حوالي 22 ار بي ام. اوكي فاهمين الفرق بين السرعه السينكرونس والهاي صغيره جدا. السبب انه بدي احاول اخفف من اللوسز الموجوده في المشين. كقاعده عامه كل ما خففت السليب لكني بخسر بالستارتنج تورك. رح نشوف ليش. كقاعده عامه اذا رسمت سبيد تورك كيرف تبع المحرك نقارن بين الكيرفز الاثنين هدول، وهي نفترض هاي الريتد تورك، هذا بينزل هون وهذا بينزل هون، وين صار السليب لواحد منهم؟ وين صار السليب للثاني؟ مين اكبر؟ مين السليب تبعه اكبر؟ اللي موجود هون، بس الستارتنج تورك اللي اعطاني اياه اعلى. الثاني عم بعطيني ستارتنج تورك اقل بس الافشنسي تبعته لانه السليب تبعه اقل اعلى او احسن. هذا بصير يعتمد على الابلكيشن. سؤال جيد. هلا اذا انا قدرت اني احقق اجيب تورك عالي في البدايه بطريقه معينه، مش باستعمال المحرك، باستعمال شيء اضافي خارج المحرك، بقدر اتغلب على المشكلتين بنفس الوقت، اجيب جود ستارتنج تورك واحسن الافشنسي. يمكن تقول لي انا ما عنديش مشكله بستارتنج تورك لانه انا ببدا بشغل السيستم اوف لاين اوف لود. ايش يعني؟ يعني بشغل السيستم هو فيش عليه لود، بخليه يوصل للريتد سبيد او قريب من الريتد سبيد تبعته، بعدين ببدا بحط عليه لود. في سيستم زي هيك، لكن في سيستمز ايش بدي اعملها؟ ستارتنج اون لود. يعني نفترض عندي مثلا عندك كونفير بيلت وعم نحط عليه اشياء من هون. هلا يمكن تقول لي انا بديش احط اشياء عليه في البدايه، بدي اشغله اخليه يوصل السرعه تبعته، بعدين راح ابدا اصير اسقط القطع اللي موجوده هون ويرفعها، فانا شغلته اوف لود. بالحاله هاي ستارتنج تورك مش مشكله كبيره عندك. لكن لو انا عندي قطار ضخم 20 30 40 متريك طن موجود من هون، وعندي هون فيري هاي ستارتنج تورك لانه هذا ملان ناس، رح يبدا ملان ناس، وبدي اعمل اكسلريشن عالي لانه بديش يقعدوا سنين يستنوا لحد ما توصل السرعه المطلوبه، وهذا بضل يوقف ويمشي واقف ويمشي، كل 200 متر مثلا او 300 متر بوقف. اذا الستارتنج كاركترستكس مهمه. اذا مش مين صار عندي مهم؟ هلا بوجود الباور الكترونكس صرنا نقدر نستفيد من الجهتين، صرت اقدر انا اغير سبيد تورك بطرق معينه. طيب اذا هون عندنا 1.467 الباور فاكتور ات ريتد كونديشنز يساوي 0.84. لاجنج ولا ليدنج راح يكون؟ لاجنج. اندكشن ماشين عاده بتكون لاجنج ماشين. السينكرونس موتور لما بشغله ات فيري لو لود بكون في البدايه ليدنج، كل ما زدت عليه اللود راح يتحول ليونيتي باور فاكتور، بعدين راح يصير لاجنج. ولذلك السينكرونس باور السينكرونس موتور لايتلي لودد سينكرونس موتور ممكن استخدمه في الباور فاكتور كوركشن، انه بلغي الاندكتيف لودز اللي موجوده. اذا هذا عندي هون 0.84 لاجنج له 4 بولز. مباشره لما بقول لي 4 بولز ايش بفترض اليونت؟ بيرفيس. ما حد راح يحكي لك بيرفيس بال اوكي. السؤال ما في شيء اسمه بيرفيس،
بس احنا بنفترض نقول 4 بولز وهدول مش pairs of poles هدول بولز اوكي. طيب ايش رايكم نحسب هلا المطلوب اذا نحسب الافيشنسي لما بتكون ماشي على الريتد لود؟ حتى احسب الافيشنسي بدي اوتبوت باور على انبوت باور، لكن هاي ميكانيكال وهاي الكتريكال. نحسب الانبوت الكتريكال باور، هذا عندي هون 3 فيز لود بغض النظر عن الشبكه الداخليه تبعته، ما بيهمني انه هو مشبوك من جوا ستار او دلتا. في عندي اي لاين وعندنا في لاين اوكي، ما بيهمني هو المحرك من جوا، المحرك من جوا ممكن يكون مشبوك ستار او ممكن يكون مشبوك دلتا. عندي 3 فيز، كيف بحسب الانبوت باور؟ انبوت الكتريكال باور للود اي لاين جذر الثلاثه بي انبوت تساوي جذر الثلاثه في لاين اي لاين كوساين فاي. كوساين فاي اللي هو باور فاكتور. إذا بصير عندي هون بي ان بتساوي جذر الثلاثة، عندي هون 441 ب.85. ايش كان 142؟ 142 التور. فبيطلع عندي الانبوت الكتريكال باور لهذا السيستم المفروض يطلع معنا 23860. ايش مقارنة هذا الرقم بهذا الرقم؟ اعلى. هذا اعلى وهذا منطقي، لكن هذا حيكون اقرب للاوتبوت ميكانيكال باور. طيب حتى احسب الاوتبوت ميكانيكال باور ايش الاشياء اللي لازم احسبها؟ بدنا نشوف. ماشي انا هون ما اعطيتك اللوسز، صحيح كلامك صحيح، انا هون اعطيتك الريتد اوتبوت تورك، حتى تطلع شو بدك تحسب؟ سبيد مضبوط. فبدنا هاي راح تكون تاو ريتد في اوميجا، اي اوميجا تبعت تمام اللي هي الاسينكرونس. إذا بدك حط ريتد ماشي أو اسينكرونس، تاو ريتد موجود عندي، شو بضل بدي أحسب؟ أوميجا ريتد. قديش أوميجا ريتد من وين راح أجيبها؟ اللي هي نفسها أوميجا اسينكرونس. إذا بدي إن إي سينكرونس شو بتساوي؟ 1 ماينس إس في ميل في إن سينكرونس مضبوط؟ 1 ماينس إس في إن سينكرونس، إس عندي 1.4 ان سينك من وين بدي اجيبها؟ 50. هاي لازم قلنا هون انه 50 هرتز الفريكونسي تبعت السبلاي، 50 هرتز عدد البولز موجود، بضرب هذا في ثلاثه. لا هذا بير فيز، القانون هو بير فيز. اذا بصير عندي هلا ان سينك بتساوي 120 في 50 على 4 بيطلع 1500 ار بي ام، بدي اضربها في 1 ناقص السليب، فبصير عندي هلا 1 ماينس 0.01467 مضروبه في 1500. قديش بيطلع ان اي سينك بالار بي ام ريفولوشنز بير مينيت؟ بتطلع عندي 1478. قديش السليب ان ار بي ام؟ 22 ار بي ام بس. هذا طبعا ما بينفعنيش اليونتس، هاي لازم احولها يونتس رادز بير سكند، فبصير عندي تي اوت ميكانيكال بيساوي 142 في 1480 87 على 60 في 2 باي، بيطلع الميكانيكال باور اوتبوت ميكانيكال باور 21978 واتس، واللي هو قريب بس مش نفس النومينال باور اللي موجود هون. اذا بصير عندي الان هلا الافشنسي ات فول لود، طبعا لازم اقول الافشنسي ات فول لود لانه في افشنسيز ثانيه. ايش هي؟ نو لود بتكون اخفض بكثير من هون، بتبدا تقترب من زيرو. عندي هذا الرقم راح يكون اللي هو 21978 على 23860. وين ها؟ 23860 المفروض يطلع معي رقم فوق ال 90%، 92. طبعا الطريقة التالية اني احسب اني اطلع على اللوسز المختلفة. ايش تتوقع انواع اللوسز؟ ايش انواع اللوسز؟